السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج عيادة الصحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب بحجم قبضة اليد تبدأ عضلاته بالضخ في الشهر الأول وأنت في بطن أمك، ولا تكف عن الحركة إلا بعد انتهاء العمر. حلقتنا النهاردة هتكون عن اختلال وظائف القلب، وهيكلمنا اكتر عن الموضوع ده ومشرفنا في الاستوديو الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطره التداخليه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. في البدايه دكتور، كنا عايزين حضرتك يعني توضح لنا وللساده المشاهدين ايه هو القلب ومما يتكون. يعني هو سؤال جميل وبدايه موفقه. فعلا القلب هو اصلا ايه؟ القلب عباره عن عضله، سبحان الله، عضله زي ما اي عضله في الجسم. احنا بنشوف القلب بتاع الخروف، قلب في العيد، بنشوف كلنا عارفين بناكله حتى، يعني الكلاوي، القلوب والكلاوي والحاجات دي. احنا بقى القلب ده هو عباره عن عضله، بس طبعا ما بتاكلش. هي عضله مهمه جدا، عضله اهم عضو في الانسان. المكان دوت العضله دي عباره عن 200 جرام، تخيل 200 جرام زي ما انت قلت بالظبط يا عمرو، هي في حجم قبضه الايد، حجم صغير جدا، مكانها في الوسط. في ناس فاكره ان القلب دايما في الشمال، لا هو حقيقي هو مش في الشمال، هو في الوسط. الوسط بس جاي شمال شويه. بالظبط، هو في الوسط كده، هو يميل قليلا الى اليسار. والحقيقي القلب هو مكانه مهم جدا، ومكانه تحس ان هو وسط القلب، وسط الجسد. سبحان الله. يعني القلب هو عباره عن مضخ، يعني يضخ الدم، جهاز يضخ الدم باستمرار ويمده بالدم ويمده بالاكسجين. اذا انت عندك مضخه شغاله وانا وانت بنتكلم شغاله واحنا مش دارين بحاجه، سبحان الله شغاله، بتنبض وبتجري عامله كده انقباض وانبساط، انقباض وانبساط، تنبسط فتاخد الدم، وتنقبض فتوزع الدم الى كل الجسد، وتوزع الدم الى الاكسجين الى الاطراف والدماغ والكبد والكلى الى كل اعضاء الجسد. سبحان الله، هذه مضخه تضخ 5 لتر في الدقيقه. 5 يعني لتر، يعني انت بتتكلم عن 5 لتر شغاله. يعني لو انت حسبتها على مر السنين والعمر ممكن تعمل براميل، الاف البراميل، ممكن تطلع طياره بيها. سبحان الله، يعني حاجه لا تمل. يعني وجزء مهم جدا من القلب وخصائصه المهمه جدا ان هو لا يمل، لا يمل ولا يتعب، وده مهم جدا. هو لا يمل، يعني انا ممكن انا اعمل رياضه واتعب شويه او امل شويه، اقول لا انا هوقف شويه، او انا اتعب، يعني حركه ضيقه حركه ضيقه حركه ضيقه، واعمل رياضه وابدا انا انام شويه اريح شويه. لا سبحان الله، القلب عضله لا اراديه، لا اتحكم فيها ربنا سبحانه هو الذي يتحكم فيها، ولا تتعب ولا تمل. عندها الخاصيه دي انها تستمر في الانقباض وتستمر الا اذا حدث امراض، ساعتها يحصل ما يسمى بالضعف. ده اللي احنا هنعرفه من حضرتك دلوقتي. دكتور شريف، عايز نعرف من حضرتك بقى يعني ايه اختلال وظائف القلب؟ هو سؤال مهم. هو اختلال عضله القلب معناها هو ان القلب اصبح لا يقوم بوظيفته اللي احنا بنتكلم فيها، وهو ضخ القلب، ضخ الدم الى القلب. يعني بكفاءة. اي اختلال في القلب بيحصل العمليه دي؟ بالظبط كده، هو اي ضعف فيه واي اختلال فيه ما بيقدرش يقوم بوظيفته الطبيعيه. المفروض الدم، القلب بياخد، يعني احنا قلنا لو قلنا مثلا القلب او البطين الايمن بالذات الذي يضخ الدم الى الجسم، البطين الايسر والبطين الايمن هما اهم جزء في القلب. البطين الايسر هو اهم حقيقي من البطين الايمن، هما الاثنين مهمين طبعا، بس البطين الايسر هو دايما احنا دايما نقول أهم. دايما نقول عنده ضعف في عضله القلب، ما عنده ضعف في عضله القلب. احنا دايما بنشير الى المضخه المهمه جدا في القلب، هو البطين الايسر الذي يضخ الدم الى جميع الجسد. اذا حدث فيه خلل او ضعف او جزء منه حصل تليف او اي مشكله، اصبح وظيفه القلب انها لا تضخ الدم كما كانت من قبل. يعني انت عندك المضخه بتضخ الدم، انا لو عملت كده وضخيت الدم، لو انا قللت الحركه دي معناها ان ضخ الدم مش زي الاول، مش زي الاول. اذا يكون في جزء من العضله حصل له اختلال، جزء من العضله ما بقاش وظيفته طبيعيه، اذا هناك شيء في العضله خلى العضله ما بتقومش بوظيفتها الطبيعيه. هو ده اسمه الاختلال او ضعف في عضله القلب. نيجي بقى يا دكتور بقى للسؤال يعني المهم دلوقتي، ايه بقى انواع اختلال وظائف القلب؟ هو يعني موضوع مهم جدا. هو دلوقتي في انواع مهمه جدا، هو عضله القلب بتنقبض وتنبسط. ناس كتير جدا واطباء كتير جدا بيفتكروا ان الانقباض هو المهم،
بس حوالي هو الانقباض مش مهم، هو الانقباض والانبساط، يعني اللي قبل ما ينبسط كده هو بياخد الدم ويسحب الدم من جسمه كله ويبدا بعد كده يضخه هي مش بيضخ كل اللي فيه، هو لو مثلا قلنا ان في 100 سم للبطين الايسر بيضخ 60% منه الى الجسم، 60% 60 70%، لكن هو مش بيضخ. يعني هو في ناس فاكره ان انا لازم الدم اللي يوصل للقلب كله يضخه. حتى في ناس كتير قوي بتبص على اشعاعات وبتقول انا عندي كفاءه قلبي 60%، انا 60% ده اصلا طبيعي، ده طبيعي 60%، 55 60 70 ده الطبيعي، لان مش كل الدم اللي بيتضخ من دم في القلب بيطلع، في 60% من الدم اللي في القلب بيطلع والباقي بيفضل عشان ما يحصلوش ان هو يكون فاضي، دايما في دم على طول شغال. الضخ ده المستمر دوت اذا حصل فيه مشكله بيحصل بقى فيه ما يسمى بالخلل في العضله، اللي هو ليه انواع كتيره. اهم نوعين، الضغط الضعف الانقباض وضعف الانبساط. يعني هنا الانقباض وضعف الانبساط اللي احنا بنشوفه بالموجات الصوتيه بنشوف الاثنين حقيقه، بنشوف الضعف الانقباضي وضعف الانبساط. يعني احنا ممكن نشوف ان عضله القلب اثناء الانبساط بيحصل فيها ضعف. وفي نوع تاني وهو اشهرهم وهو اكثرهم وخطوره، هو الضعف في الانقباض، يعني ما بقاش ينقبض بكفاءه. وعدم الانقباض بكفاءه يعني ما فيش دم بيضخ الجسم كويس. اذا هناك نوعين مهمين جدا، هو ضعف الانقباضي وضعف الانبساطي للقلب، وهناك ودول اهم انواع ضعف عضله القلب. تمام دكتور. بقى يعني بالرغم من الاعراض اللي هي الاضطرابات القلب يعني تكون غير واضحه، يعني ايه يعني اعراض شائعه؟ تمام هي صحيح. هو طبعا زي ما قلنا البطين الايسر من القلب اللي هو اهم جزء من عضلات القلب، هو لو حصل فيه ضعف بيحصل مشكله. انا مثلا عندك عضله ما بتتحركش كويس، ايه اللي بيحصل؟ الدم لما بيوصلش للجسم كله، الدم عن طريق الدم بيضخ الدم للاورطه، الاورطه بيطلع بينشر الدم الى كل اجزاء الجسم. اذا لما الدم يقل مثلا في الكلى يحصل ايه في الكلى؟ يحصل ان الدم لما يقل في الكلى يحصل خلل في وظائف الكلى، حتى يبدا البول يقل. يحصل لما الدم يروح للمخ يبدا برضو يحصل زغلله وهمدان. لما الدم يقل لكل عضلات الجسم، هو بيضخ الدم لكل عضلات الجسم، ايه اللي يحصل؟ الاكسجين لما يقل كله في عضله الجسم، كل جسمك يحصل له همدان. تبقى انت بقى تشتكي من ايه؟ تعمل مجهود تحس بنهجان، تعمل مجهود تحس انك مش قادر تعمل مجهود، تطلع الدور الاول الدور الثاني مش قادر تكمل، او اي مجهود تعمله تنهج، اي مجهود تعمله مش قادر تطلع السلم. كنت الاول بطلع الدور الثاني والثالث، ايه اللي حصل؟ بطلع الدور الاول بنهج. انا يا دكتور بنهج من اقل مجهود، وممكن الموضوع يستمر ويزيد. يقول لك مثلا انا بتكلم بالتليفون بنهج، انا بروح الحمام واجي بنهج، انا بقوم من السرير واعمل مع مجهود صغير بنهج، بتعب. ايه اللي حصل؟ ده اول حاجه واشهر حاجه، النهجان، التعب، صعوبه في التنفس. يجي بعد كده يجي ينام مسلطح طبيعي كده اهوت من غير مخده، بعد كده فجاه يلاقي نفسه مش عايز مخدة تانية، بعدين مخدة تالتة مش قام، او اصحى من النوم على كرشة نفس. يقول ايه؟ بيحصل احتقان في الرئة بسبب ان القلب مش قادر يضخ الدم للجسم. فبالتالي بيحوش دم فين؟ للرئة، فيحصل احتقان في الرئة، فمش قادر نفسه يتعب نفسه ما يتكرش. يقول لك انا مش قادر اخد نفسي. جزء كبير جدا من المشكلة اللي هنلاقي فيها ان احنا ممكن حتى نلاقي ان عضلة القلب بالموجات الصوتية كويسة، لان هو عضله القلب هي 60% زي ما قلنا كويس زي الفل، بس تكون الخلل هنا مش في خلل في عضله القلب الانقباضي، لا بيكون خلل في عضله القلب في الانبساط. فبيحصل ضعف في الانبساط في عضله القلب وهي بتنبسط كده، يحصل فيها ضعف مش قادر تنبسط بكفاءه، فتعمل نفس اعراض ضعف عضله القلب. كتير جدا من الدكاتره الشباب ما يعرفوش، ممكن يتوه عنهم الحكايه دي، لقوا كفاءه القلب كويسه والراجل قدامه بيشتكي دي نفس كرشه نفس، ده بسبب ضعف تاني مختلف هو اسمه ضعف في عضله القلب الانبساطي. فيبدا يشتكي من نهجان وضيق نفس، وتبدا دقات قلبه تبقى سريعه، ويبدا مش قادر ياخد مجهود كانه بيجري كانه بيعمل مجهود. في بعض الاحيان بيشتكي من وجع في صدره، في بعض الاحيان بيشتكي من تقل وحرقان في صدره، بس على الاغلب هو اكتر حاجه ممكن تسبب هو الضعف هو النهجان. اضافه ان بيحصل غلله في العين، دوخه، ممكن يحصل باستمرار شبه اغماء، او حتى في بعض الاحيان يحصل اغماء متكرر. ومن اشهر برضو مشاكل او الشكاوي ضعف عضله القلب، لو حصل ضعف عضله القلب في الجزء الايمن اللي هو اشهرا في الجزء الايمن من القلب اللي هو البطين الايمن، لو حصل ضعف في البطين الايمن هنا بتكون الشكوى مختلفه شويه. بيكون بقى في بيكون
تكون ورم في رجليه الاثنين. راجل يجي مثلا عيان يقول لك انا عايز عندي ورم في رجليه اليمين وورم في رجليه الشمال وبيزيد الورم عمال يزيد، باخد مدرب ريبور وعمال برضه مفيش فايده، مش عارفين ان الجامد يروح بالبطنه والكبد يروح وعيد ميه وتتجه البطين الايمن انه عنده ضعف في البطين القلب عامل له ورم مشكله، يحس ان هو بطنه منتفخه ويحس ان هو عنده الم في الجنب الايمن من القلب. كل دي احيانا بتكون اعراض الضعف في البطين الايمن ليس الايسر. اذا عندنا ضعف بطين ايمن وعندنا ضعف بطين ايسر، دي ليها شكاوي ودي ليها شكاوي، وهي دي اكتر شكاوي ممكن نتكلم عليها. دي يا دكتور بقى يعني بالنسبه للاعراض اللي هي اضطرابات القلب، ايه بقى اسبابها يا دكتور؟ هو اسباب ضعف عضل القلب هي كتيره جدا حقيقي، بس هو ممكن نقول 4 أو 5 اشهر اسباب. الاكثر شيوعا. الاكثر شيوعا فعلا هي الامراض التي تصب او تسبب انسداد في الشريان التاجي. بيسموه قصور في الشريان التاجي. وما هو الشريان التاجي؟ صحيح، الشريان التاجي ده الشريان اللي بيغذي القلب. القلب عباره عن شرايين حواليه بتغذيه، بيسموها الشريان التاجي، عامله زي التاج سبحان الله، بتغذي القلب. ان كل عضو ليه حاجه بتغذيه، ادي الايد ديت ليها شرايين بتغذيه، نفس القصه برضو القلب ليه شرايين بتغذيه. هو مضخه لوحده بيضخ الدم، لكن هو نفسه محتاج برضو دم، محتاج برضو غذاء، فبيسموها شريان التاجي. لو حصل اي انسداد او اي ضيق او اي جلطات جوه الشريان التاجي اللي بيغذي القلب، اذا في جزء من العضله اللي بتغذيه ما بيوصلوش الدم. لما ما بيوصلوش الدم يحصل ايه؟ يحصل ان هو كان عامل زي الزرع بالظبط، لما انت بتروي الزرع بميه وبعدين فجاه تقفل الميه، فتلاقي بقى ان الدم ما وصلش للعضله ما وصلش للزرع، فالزرع حصل له ايه؟ بدا جزء منه يموت، جزء منه يحصل له يتليف. هو نفس القصه، الشرايين التاجيه اللي بتغذي من قبل لو فيها اسداد او حصل فيها اي جلطات، ممكن مع الوقت يحصل جزء من العضله يحصل لها تليف مش وصل لها، فيحصل ايه؟ فيحصل جزء من العضله لا تقوم بوظيفته الطبيعيه، فيحصل ضعف في عضله القلب. تمام. طب يا دكتور بقى يعني تبقى ازاي؟ هي طرق علاج كبيره، بس احنا لو قلنا ان جزء من المشكله احنا قلنا فيها هي اول حاجه ان هي مشاكل في شرايين القلب، لكن احنا قلنا ايه الامراض الثانيه ممكن تسببها؟ في عندنا امراض كتير قوي، يعني مثلا من ضمن المشاكل اللي ممكن تسببها زي صمامات القلب. يعني لو احنا قلنا صمام القلب، لو اي حصل خلل في صمام القلب، القلب او القلب عباره عن بطين وعباره عن اذين وفي 4 صمامات فيه، لو حصل اختلال او مشكله في صمام القلب، لو حصل ضيق في الصمام او ارتجاع في الصمام شديد، ممكن يؤدي الارتجاع الشديد دوت الى ضعف في عضله القلب. احيانا بيجي المريض فجاه تستطيع ان هو عنده ضعف في عضله القلب، وان الصمام هو اللي عامل له الضعف في عضله القلب، مش بقى الشرايين التاجي، لا الصمام اللي هو جوه القلب. ان اي خلل في الصمام القلب، يعني الصمام ده اللي بيخلي الدم ما يرجعش في طريقه، يمشي وما يرجعش، لو حصل فيه مشكله يبدا الدم يرجع ليه، يعمل ضغط عالي على وطرق العلاج بقى تختلف حسب المرض، لو كان مرض الشريان التاجي ولا مرض الصمام في القلب ولا يكون امراض تانية زي امراض وراثيه. ناخد الامراض الاكثر شيوعا سريعا كده ونعرف علاجها هيبقى ازاي. يعني اكتر امراض شيوعا زي اللي هي الشريان التاجي، قلنا مثلا الشريان التاجي ليه طرق كثيره من العلاج، اللي هي احسن طريقه مثلا اولا دايما بنبدا بالطرق العلاجيه بالادويه. بناخد لو مثلا عندك مريض بيشتكي من الشريان التاجي والشريان التاجي عامل له ضغط القلب، ونكتشف طبعا انه عنده ضعف في عضله القلب ببعض الفحوصات، من ضمن ان احنا عملنا زي ما قلنا موجات، يعني قلنا عليها مش عنده موجات صوت، عنده ضعف ونسبه الفئه زي ما قلنا اقل 40 45، اذا هو عنده ضعف في عضله القلب. حس ايه سبب الضعف؟ ممكن نعمل حاجات معينه، موجات صوتيه على بالمجهود الدوائي، نعمل مسح ذري، نعرف هل فعلا الشريان التاجي ده هو سبب الضعف في العضله ولا لا. لو هو سبب في العضله بياخد علاج دوائي بحيث ان الدوائي يقلل اضطرابات القلب. العلاج الدوائي يحسن ضخ الدم في الشرايين، بيهدي اضطرابات القلب فيحسن ضخ الدم في الشرايين اللي في القلب. علاج دوائي يوسع الشريان التاجي شويه فيخلي الترويه احسن لعضله القلب. اذا انت بتتكلم على ان عضله القلب ديت لو انت بعض الادويه ممكن تاثيرها يبقى ينجح جدا، وممكن المريض اللي عنده مشاكل في الشريان التاجي ببعض الادويه ببعض العلاج البسيط ممكن يتحسن جدا ومحتاجش نعمل اي حاجه ثانيه. لكن لا قدر الله لو المريض اللي عنده مشكله في الشريان التاجي او عنده ضعف في عضله القلب، اذا لم يستجيب للعلاج
العلاج. في الحاله دي احنا بنلجا الى حاجه ما يسمى بعمل القسطره. القسطره القسطره بيسموها القسطره التداخليه. أوه. وده عباره عن جهاز اشعه وبينام فيه العيان وبنصور الشرايين التاجيه، ومن خلال التصوير الشرايين التاجي ممكن نشوف الضيق اللي موجود في الشريان التاجي. اذا حصل اذا كان في ضيق في الشريان التاجي ممكن نعالجه، اذا كان الضيق دوت له قيمه، ولو ملوش قيمه احنا ممكن ناخد علاج بس. لكن لو له قيمه وفي انسداد شديد اكتر من 70% مثلا، في الحاله دي ساعات بنركب دعامات دوائيه نعالج بيها الانسداد ده، بحيث ان ضخ الدم للشريان تاني. فاذا رجع تاني الدم للقلب، في الحاله دي ممكن القلب يستفيد وممكن عضله القلب تبدا تضخ تاني وتبدا تتحسن. لكن في بعض الاحيان لما نعمل مسح ذري على عضله القلب نلاقي ان في تليف في العضله. معنى ان في تليف في العضله معنى ان في جزء حتى لو انت وصلت له الدم مش هيستجيب. ان بعض الناس يقول لك انا عايز اعمل قسطره للعيان دوت، هعمل قسطره بس هو عشان عنده ضعف في عضله القلب. بس من مهم جدا انك انت تعرف هل في تليف في العضله ولا لا، هل هو هيستفيد من القسطره ولا لا. لان يعني في ناس كتير بتعمل قسطره من غير ما يكون في فايده. عشان كده لازم انا انصح اي مريض لازم يتاكد هل في تليف في العضله ولا لا. لان لو في تليف في العضله يبقى هو لو احنا فتحنا الشريان دوت وفتحنا الشريان ده عن طريق القسطره، الدم لو وصل حتى للعضله ان خلاص حصل ضمور تليف في العضله. اذا لازم نتاكد قبل ما يكون في اي حاجه، لازم نتاكد هل في ضمور او تليف في العضله قبل ما نعمل قسطره او قبل ما نعمل اي تدخل عن طريق قسطره كعلاج او كوسيله من العلاج. في بعض الاحيان اذا في ضيق في الشريان التاجي او في اكثر من ضيق في الشريان التاجي. طب دكتور نستاذن حضرتك بس، معانا اتصال لاستاذه دعاء. اتفضلي. نعم اتفضلي. عليكم السكات. ممكن اتقابل دكتور صح؟ اتفضلي الدكتور مع حضرتك. ماشي. اسمعت يا دكتور، انا عندي مهجان على طول وضربات قلبي بحثها سريع. تمام. دعاء انت عندي كم سنه؟ دعاء عندي كم سنه؟ انت عندي كم سنه دعاء؟ 30. طب استاذ دعاء استاذ حضرتك بس اسمعيني من التليفون وتوطي التلفزيون شويه. حاضر. حضرتك عندي كام سنه؟ 30. 30؟ اه. طب حضرتك عندك ضغط، عندك سكر، عندك مشاكل في صمام القلب، حمى رمزيه او حاجه زي كده من وانت صغيره؟ في حاجه من الحاجات دي موجوده؟ لا. طب انت عندك انا عندي الميكروب السبحي. عندك الميكروب السبحي؟ يعني عملت موجات صوتيه قبل كده؟ لا. تمام. يعني وانت صغيره كان قال لك عندك ميكروب السبحي وعندك بواده حمى رمزيه، فبالتالي تاخدي حمى بنسلين كل شهر وحاجات زي كده مش كده؟ لا لسه عارفه يعني ان الميكروب السبحي، مش عارفه يعني من زمان، عارفه قريب. طيب انت عارفه انت وزنك اخباره ايه؟ يعني رفيعه ولا؟ يعني انا وزني 73. 73 تمام. في عندك انيميا وحاجه؟ لا انا 11 يعني. طيب ماشي. حاضر هقول لك. حاضر ماشي يا استاذ. شكرا. والدكتور هيرد على حضرتك. يعني هو كتير من السيدات عندهم في سن من اول 25 سنه او من 20 سنه لغايه سن 45 سنه بيشتكوا من الشكوى دي، ان هم بيعملوا مجهود بيحسوا ان منطقه قلبهم سريعه، وبيشتكوا من شكه في الكتف وشكه في الظهر اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه في بدايه الحلقه. بالظبط. بس بيكون اعراض مختلفه شويه، يعني بيكون معاها هدات قلب سريعه بتحصل اصلا مع المجهود ده. بيكون في كذا سبب. اولا لازم نتاكد ان القلب كويس. ولازم نعمل موجات صوتيه. يعني انت تعملي موجات صوتيه على القلب عشان نعرف هل في مشكله في صمامات القلب ولا لا، وخصوصا ان انت بتقولي في عندك ميكروب السبحي دوت. يعني الموضوع اشك ممكن يكون في صمامات، لكن برضه كويسه وان كفاءه القلب كويسه. الحاجه المهمه جدا لازم تعمليها برضه دعاء او غيري كان يعملها لو حس بشاوي صوره دم عشان يشوف عنده انيميا ولا لا، ويعمل تحليل غده عشان يشوف في عنده افراز عالي في الغده الدرقيه. ساعات الافراز العالي في الغده الدرقيه بيزود المشكله اكتر ويخلي القلب يجري ويعمل برضه نهجان. ايضا في برضه حاجه مشهوره جدا هو الوزن. ساعات كتير جدا يقول لك انا اصلا وزني بيزيد بقالي سنه كيلو في الاسبوع كيلو في الشهر، لغايه وزنه زاد 15 كيلو زياده، بعدين يبدا يشتكي انا عندي مهجان، وتكتشف فجاه ان المشكله مش في القلب ولا في اي حاجه، هو انت قلبك زاد شايل 10 كيلو زياده. فطبيعي اي مجهود هتعمله ممكن تنهك. فده ممكن يكون حاجه شائعه، ممكن يكون ده موضوع بسيط جدا مجرد ما تخسي الموضوع خلاص. الحاجه الثالثه انت اصلا يعني الوزن ممكن يكون مؤثر عليها؟ طبعا ممكن يكون الوزن، وممكن بس هي الوزن برضو يا دكتور مش كتير يعني. مش كتير عشان كده بقول لك احنا ما سالناش هي طولها قد ايه بالظبط. عشان كده المفروض تعمل موجات صوتيه، تعمل تحليل غده، وعشان برضو اهم حاجه لازم نسالك مجهودك الطبيعي طول الوقت عامل ازاي؟ انت اصلا
ساعات بخصوصا السيدات مش بيمشوا، مش بيروحوا مشوار، مش بيتحركوا، مجهودهم قليل، فعندهم اصلا حركه ضعيفه. والحركه الضعيفه دي اصلا بتخليهم على طول في البيت. فبالتالي لما يجي يعمل مجهود تحس ان في هجام، انت اصلا بقالك سنين او بقالك شهور قاعد ما بتتحركش. صح. فانت عملت حاجه مفاجاه. لسه قلبك كويس بس انت لسه قلبك ما اتعودش على المجهود ده. لازم تتحرك وتمشي، ولازم كل يوم تمشي، ولازم يكون في، حتى لو حاليا ما فيش مشكله، ممكن تبداي حالا دلوقتي تمشي من كل يوم لو انت طمنت على نفسك ولقيتي كل حاجه كويسه. طيب دكتور، عايزين بقى يعني سريعا كده في دقيقتين بالظبط، يعني لوجيتا كده من حضرتك للساده المشاهدين ان هم يعني عشان يتجنبوا اي اختلال في وظائف القلب. يعني هو عشان نقول الوقايه، يعني زي ما انت قلت كده، ازاي نقي هذا القلب دوت، نحافظ عليه. نحافظ عليه بالظبط. هو اولا لازم ناخد بالنا من اللي احنا بنقوله ده. لازم لو انت مريض ضغط، لو انت ما عندكش ضغط، تقيس الضغط من النهارده وتشوف ضغطك عالي ولا لا. لو خصوصا لو عندك اي حد من العيله عندهم ضغط عالي او وراثه، يعني جانب الوراثه، وانت فوق 40 سنه لازم تقيس الضغط. اي حد، بنصح اي حد فوق 40 سنه لازم تقيس ضغطك، ولو انت وخصوصا لو حد من قرايبك عنده ضغط. لو انت مريض ضغط لازم تاخد بالك من الدواء، لازم ضغطك يبقى كويس، لان الضغط لو عالي هيؤدي في المستقبل الى ضعف في عضله القلب. الضغط هيحصل التضخم بسببه، ثم في الاخر نتيجته النهائيه اذا الضغط عالي هيفضل عالي لغايه ما يحصل ضعف في عضله القلب. مهم جدا موضوع الضغط. تاني حاجه موضوع السكر. لو انت عندك سكر او انت ما تعرفش عندك سكر ولا لا، لازم تعمل تحليل سكر. تحليل السكر في ناس كتير جدا بيمشوا على ادويه بس مش منتظمه، او ان هم عندهم جهاز في البيت بس هم اصلا مش بيستخدموه، مش مهتمين بيه. لازم تاخد السكر القومي اللي هو لثلاث شهور، تشوف السكر بتاعك، السكر التقويمي ده الاكل هو كويس. الحاجه المهمه الثالثه هو الكوليسترول. عملت تحليل كوليسترول قبل كده؟ لازم من بكره تعمل تحليل كوليسترول. لازم تتاكد ان الكوليسترول بتاعك كويس، وخصوصا لو حد من عيلتك عنده، والدك او والدتك عندهم مشاكل، او اخواتك عندهم مشاكل في القلب فوق 40 سنه، لازم تعمل تحليل كوليسترول مره وتتاكد ان هو كويس، لان في كوليسترول نافع وكوليسترول ضار. لو الكوليسترول ضار عالي لازم تاخد دواء، ولازم تاخد بالك من نظام الاكل، عشان في ادويه كتير، في اكل كتير جدا بيزود الكوليسترول، بيعمل مشاكل في الكوليسترول. رابع حاجه واهم حاجه، انت بتدخن ولا ما بتدخنش؟ التدخين. لازم التدخين فورا توقفه. التدخين فعلا هيوديك في داهيه. التدخين هو اللي بيعمل مشاكل تاجي حتى مع مرور السنين. فجاه بيجي المريض بعد 10 سنين 20 سنه يكتشف فجاه ان عنده اربع سنين مزوده او خمس سنين مزوده، يقول لي انا كويس كنت زي الفل، ما انت بقالك كام سنه بتشرب سجاير، وفجاه اكتشفت لما حصل ازمه بتظهر فجاه. فهو دي مهمه جدا. اخر حاجه مهمه جدا انك تمشي. لازم تمشي، اتحرك كل يوم، لان هي ضرر. الحركه هي هتخلي السمنه تقل، هي هتخلي رغبك تخف، هي اهم حاجه الحركه. الحركه ايه؟ بركه. فعلا الحركه بركه. واخر حاجه يعني اهم حاجه، الا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروا الله، دي اهم حاجه ودي اهم نصيحه. يعني في بس حاجه مهمه، يعني في ادويه معينه بتاثر على القلب؟ هو طبعا في ادويه بتاثر على الشرايين القلب. في ادويه مثلا، حاجه مشهوره جدا زي الكحول مثلا. الناس تقعد تشرب كحول، كحوليات، ومن اشهر مشاكل ضعف عضله القلب هو انك تشرب كحول كتير. في ادويه زي الحاجات الكيماويه، ادويه مرضى السرطان اللي عندهم سرطان لازم يعملوا امواج صوتيه، او بياخدوا كيماوي، دواء كيماوي لازم يعملوا امواج صوتيه كل 3 شهور او كل فتره اقرب من كده اذا حسوا باي شكوى. لان لو انت عندك مرض سرطاني او عندك بتاخد كيماوي، فلازم تتاكد ان الموجات الصوتيه بتاعتك كويسه وان قلبك كويس، لان احيانا بعض الادويه لو خدت جرعه زياده شويه ممكن تاثر على القلب. عشان كده بتضطر هنا توقف الدواء الكيماوي لو حصل اي ضعف، لو بسيط في عضله القلب ممكن تلحقه. والكوليسترول برضه يا دكتور، يعني الكوليسترول طبعا، الكوليسترول ومشكله الكوليسترول بقى، يعني مشكله كبيره جدا. انت الكوليسترول في حد ذاته زي ما قلنا، ايه الكوليسترول ده؟ يعني ايه الكوليسترول يا دكتور؟ الكوليسترول دي ماده دهنيه موجوده في الدم، وهي من اهم المواد الموجوده في الجسم، وهي مهمه، مش خطره ولا حاجه، هي حاجه يعني مهمه جدا فينا كلنا. الكوليسترول دوت هو اللي موجود في خلايا المخ، موجود في خلايا، فموجود في عده خلايا. يعني هو جزء مهم جدا في خلايا الجسم، فهو مهم جدا، هو بيدي طاقه للمخ كمان. تخيل الكوليسترول ده بيدي طاقه للمخ. في ناس فاكره ان الكوليسترول حاجه وحشه، هي مشكله مش الكوليسترول الضار النافع، المشكله في الكوليسترول الضار. اذا عالي عندك الكوليسترول الضار، الكوليسترول الضار بيترسب او بيبدا يترسب على الشريان التاجي اللي بيغذي القلب، يبدا يكوم 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 لغايه ما يبدا يضيق الشريان، ضيق الشريان، ضيق الشريان اللي بيغذي القلب، فيحصل انسداد في الشريان التاجي. لما يحصل انسداد في الشريان التاجي يبدا يحصل ايه؟ الدم ما يوصلش للقلب كفاءه، فيحصل قصور في عضله القلب. عضله القلب يحصل لها قصور، يعني ما بتقومش بوظيفتها الطبيعيه. وفي وقت من الاوقات ممكن يحصل جلطه للشريان التاجي ويحصل انسداد كامل للشريان
الجنين التاجي، فيحصل جلطه ويحصل مشكله في نسيج عضله القلب، ويحصل ضمور في العضله، وجزء من العضله ما يحصل لها من ضعف، عشان كده بيحصل خلل في وظائف القلب. عشان كده اي حد الكوليسترول بتاعه مش مظبط لازم تظبط الكوليسترول بتاعك كويس كده. طيب في نهايه حلقتنا دكتور، احنا بنشكر حضرتك دكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطره التداخليه، شرفتنا يا دكتور. متشكر ليك. متشكر ليك. شكرا. وفي نهايه حلقتنا نشكر مشاهدينا الكرام، وعلى وعد بلقاء اخر وحلقه جديده من برنامج عياده الصحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.